السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتناول الحلقة الخامسة من دورة الإملاء الإنجليزية، وهي الحلقة الأخيرة، وسيكون عندنا جزئين. الجزء الأول سمناه لطائف إملائية، والجزء الثاني راح يكون عبارة عن نصائح. من اللطائف الإملائية إنه حرف الكيو في اللغة الإنجليزية دائما يتبع بيو. خذ أي كلمة في اللغة الإنجليزية لازم الكيو يتبع بيو. خذ كويز، كوايت، كوارتر وما إلى ذلك من كلمات. يعني لو فتحت القاموس شفت أي كيو يتبع بيو، وهذا شيء يعني بوفر عليك يعني في الكتابة. من المشاكل اللي لاحظتها عند الطلاب إنه في عندنا مشكلة في شد وود وكد. فأنا لو أعطيتهم هاي القاعدة إنه هاي الثلاث كلمات بتنتهي OULD، فأنا بحفظ OULD. طب شو ظل عندك في شد؟ ظل عندك حرفين SH، وود ظل حرف W، كد ظل C. إذن هاي الثلاث كلمات بدي أحفظ أنا تنتهي OULD OULD، وبالتالي صار سهل جدا إني أكتبها. من اللطائف انه لما اكتب full بكتبها دبل ال، يعني the glass is full of water بكتبها كصفة، مليء او مليان بكتبها دبل ال. لكن full اذا جاءت جزء من كلمة يعني suffix بتكون one ال. لذلك بعض الاخطاء اللي بشوفها عند الطلاب بكتب لك careful مثلا دبل ال، وهذا خطأ. اذا full لوحدها دبل ال، لما تكون جزء من كلمة بتكون one ال. عندنا careful حريص، harmful مؤذي، useful مفيد. اذا لازم ايضا ننتبه لهذا الامر. لاحظت انه في كلمات بتنتهي بدبل اس. المشكلة مش انها تنتهي بدبل اس، المشكلة انه معظم الطلاب بس يشوفوا دبل اس بلفظوها دبل اس. لا، هي تلفظ اس واحدة. يعني بوس اللي هو رئيسك، يعني رئيس في العمل، في كثير بقول لك بوسز، وخاصة كلاس بقول لك كلاسز. غلط، هاي دبل اس لكن باللفظ تلفظ اس واحدة. فمننتبه في الكتاب نكتبها دبل اس لكن في اللفظ ون اس. فعندنا بوس رئيس في العمل، بريس، بريس لها اكثر من معنى، بمعنى يضغط ومعنى صحافة. كيس طبعا عارفين هاي يقبل، كروس بمعنى صليب وبمعنى يعبر، كروس ذا ستريت. مس ايضا لها اكثر من معنى، I missed you يعني انا افتقدتك، او مس فلانة الانسة. كلاس عارفينها صف. ستريس ايضا بمعنى الشدة في اللغة، وبمعنى يعني ستريس، عنده ستريس يعني عنده توتر، فإلها اكثر من معنى. باس عارفينها، باس، باس ذا تيست يعني يجتاز الاختبار. اذا هاي الكلمات تنتهي دبل اس، يا ريت ننتبه لها. ايضا وجدنا على انه في كلمات تنتهي دبل ال، وهي تول طويل، سمول صغير، سمول صغير يعني صغير في الحجم مش صغير في السن، هول قاعة، بول كرة، كول يتصل او مكالمة، دول دول يعني لعبة، لعبة طفل، بل الجرس، بل سبق اني وضحت الفرق بينهم، فاتورة. اذا بل، بل، كل يقتل او يذبح، سل يبيع، وسل نفس اللفظ لاحظ اللي هو خلية، سلفون خلوي، سل. فول يسقط، وبتلاحظ فول هنا فل يملأ، فل ملآن. إذا بدك تميز بين فل يملأ كفعل وفل مليء يعني كصفة. فول يسقط فيرب يعني فعل. بدك تميز بين بول يسحب وبين بول ثور. لاحظت يسحب ثور، بول بول. إذا بول وبول، لاحظت إنه الفرق بين البي والبي، سبق وحكينا إنه لازم تنتبه للفرقات، لكن اثنين ينتهوا بدبل ال. وول حائط، عندنا ستيل ما زال، ويل ويل يعني حسنا اللي هي الظرف من جود، هي سبيكس انجلش ويل بشكل جيد،
والسوف اللي بتعرفوها لها معنى آخر، وهو ول بمعنى وصية. نواصل اللطائف. عندنا أيضا كلمات بتنتهي O-U-G-H، O-U-G-H، هاي كمان بالسهل عليها في الكتابة إذا حفظتها الأربع حروف O-U-G-H. أن تف يعني إنسان، تف يعني بمعنى قاسي. شوف تف كف كحة أو يكح، يعني تيجي verb وناون بس يعني اختلف السي عن التي، ولا نفسنا. رف بمعنى خشن عكس سموث. إناف إناف كثير بتغلبوا في كتابتها، مع انه سهل، بتكتب اي ان والحروف الاربعه اللي بدنا نحفظها، هاي بنحفظها عادي زي اسمنا. او يو جي اتش مع طف وكف ورف وإناف، ولاف حطيت لك بالازرق لانه اي يو جي اتش لاف مش او. اذا هاي بالسهل عليه كثير في الكتابه اذا حفظت انا او يو جي اتش. وهاي الكلمات اجمالا جي اتش تلفظ اف، هاي الكلمات الشائعة جدا فسهل اني احفظها. في لاحظت ايضا ملاحظة جميلة، عادة احنا بنعمل دروب يعني بنسقط الاي اذا ضفنا اضافات، لكن اذا اضفنا لتشينج ونوتس والكلمات يعني تنتهي بجي اي وتنتهي بسي اي، اذا اضفنا لها اضافة زي اي بي ال اي عملناها اجكتيف صفة، لازم نخلي الاي، لازم نبقى على الاي. ليه؟ لانه تشينجبل لو شلنا الاي بصير تشينجبل تشينجا، وهذا بصير غلط. عشان هيك عشان نلفظها تشينجبل لازم ظل الاي، وهنا نوتيسبل لو شلناها بصير نوتكبل، يعني لو شلنا الاي بصير نوتكبل وهذا خطأ. اذا انتهت الكلمة بجي اي او سي اي اضفنا لها لازم نبقي على الاي حتى نلفظها هنا سي ونلفظها هنا جي. ايضا تكلمنا بالنسبه للافعال زي ستوب، ستوب عملناها دبل بي لانه مسبوق بحرف ال البي ايضا، بس ما تكلمنا على الادجكتيفز. الادجكتيفز يعني يمشي عليها نفس القانون، يعني هوت النتي مسبوقه بحرف ال، بدي اقول هوتر يعني هوتر يعني اكثر حرا، رياض از هوتر ذان دمام، فبعمل دبل تي. ذا هوتست ايضا بعملها دبل تي. ايضا بالنسبه للواي سبقها حرف صحيح زي هيفي هيفير، بنحول الواي لاي وبنضيف اي ار اثقل او الاثقل، يعني بنطبق عليها نفس القواعد السابقه، قواعد واي وقواعد الدبلينج. لكن لاحظت انه هاي الكلمات الشاذة ما بتنطبق عليها القاعدة. مثلا سي قبل حرف علة المفروض انه لما نقول سد ما نغير الواي، لكن هنا بنحوله لآي هاي شاذة، وبي بي بمعنى يدفع بيد ايضا بنحول الواي لآي، اذا هذول سد وبيد لازم نحفظهم شواذ. والادفرب من ديلي عفوا ادجكتيف ديلي حولنا الواي ل ال واي زي ما انتم ملاحظين، حولنا الواي ل اي واضفنا ال واي. طبعا هاي الصفة مش ادفرب. ليش؟ لانه احنا اضفنا ال واي للناون، يعني اذا اضفنا ال واي للناون بصير صفة زي فريند فريندلي هاي ادجكتيف. لكن اذا اضفنا ال واي للصفة زي سلو سلولي بصير ادفرب. اذا لازم ننتبه للنقطة هاي. اذا دي ناون اضفنا له ال واي فصار ديلي بمعنى صار ادجكتيف، وفريند زي ما قلنا فريندلي، ومان مانلي، وبراذر براذرلي، وهكذا. بهذا نأتي الى نهاية الجزء الاول من الحلقة الخامسة. الى اللقاء في الجزء الثاني.